عارف سميع عمل كده ازاي يا امير؟ ده حبس ياسمين كده حتى من غير ما يحاكمها قصادنا. هو نسي عرف الدار ولا ايه؟ اول ما قال لي ما عرفتش اتصرف، اضطريت اخدها على السجن، خفت لا يعمل فيها حاجه ولا يوديها في حته من غير ما يقول لنا. بص يا عزيز، سميح كل يوم بيثبت انه ما ينفعش يكون ابونا. عندك حق، عشان كده لازم تخرج. تخرج؟ ياسمين لازم تهرب. ماشي، بس ازاي؟ انا عندي فكره، بس ركز معايا. هتروح لواد الوقف عند الحبس، خده وكلم معاه في اي حاجه، ابعده بعيد، وانا انزل تحت قصر الافيل وهربهم. وفي سميع عارف انك هربتهم يا فالح، هتعمل ايه ساعتها؟ انا كمان ههرب منهم. ايه؟ انت كمان يا امير؟ لا، ما مش هيبقى انت وحسن، انا مش هينفع اقعد هنا لوحدي. افهم، زي ما حسن قال لي، ما ينفعش كلنا نبقى بره، لازم حد يفضل موجود هنا عشان سميح ما يفتنش اكتر من كده. المهم ركز معايا وانت راجع، لو شفت اي حد جاي يصفر لي اي صفار وانا هتصرف. حاضر. ماشي امير، ما انت عارف انا ما بعرفش اصفر. كح يا عزيز كح. حاضر. بص، حلوه دي، تتكلم بجد؟ ما عشان تسمعها وتعرفها، ما تنساش الكحة. ربنا يستر. ربنا معاك. حياة أمك، ما تعرفيش هو فين؟ ليه؟ كنت طالعة رحلة دراسية إن شاء الله؟ ما قلت لك ما أعرفش عنه حاجة، ما تسيبني في حالي بقى. يا بت أنت عبيطة ولا بتستعبطي ولا إيه وضعك بالظبط؟ إيه بتعمليهم عليا؟ ده أنا اللي معلمهم لك. عموماً زكريا أنا عارف مكانه وما يلزمنيش، عايز أعرف بيعمل إيه بالظبط. ما أنا قلت لك ما أعرفش عنه حاجة، هي الجملة دي بالنسبة لك إيه؟ يعني تعرفي كل حاجة وبتستعبطي؟ لا، مالك يا بنت يا نادية؟ متغيرة ليه؟ بقالك فترة مخبية عني كل أخبار زكريا. عشان اتجوزته. اتجوزتيه؟ اخترتي الحصان اللي الداخلية بتشد فيه من ناحية وابن عمه بيشد فيه من الناحية التانية. لا، أنا مش فاهم العيلة دي مالها؟ ايه الغباء وراسة؟ طب خد دي بقى، انا مش بس اتجوزته، انا حامل كمان. حامل حبيبتي؟ طب مش تقولي وريحي نفسك على الاخر. هات حليب هنا، اهتمي بتغذية الجنين. أمير، إيه الصدفة الحلوة دي؟ لف وارجع. يلا. مش عايز أي عيل من عيال الدار يعرف حاجة عن اللي عمله أمير، وحطه لي في الحبس اللي جوه، وزود الحراسة على بنت العطار والواد اللي معاها. تمام، بس أنا عايز أفهم، انت ليه ما تحاكمش امير وتطرده بره الدار؟ زين، اخدي اللي عايزك تتعلم مني تعمل ايه امتى وكيف. دلوقتي ياسمين العطار بتدور على حسن وعايزه توصل له باي ثمن. ليه؟ ما خبرش، لكن اكيد فيه سر كبير. عشان كده رمينه من زمان، مهملينها ما بيدوروش عليه. اشمعنى دلوقتي بيدوروا عليه؟ تقوم انت عايزني اطرد امير من الدار عشان يبقى بره بحريته ويقابل حسن وينولوا المراد؟ عايز نطلعه بره ولا خليه هنا تحت عينينا؟
نخليه تحت عينينا. زين، عايزك كمان تروح للأوضة اللي كانت قاعدة فيها بنت العطار أو تقلبها عليها وطيها. أي حاجة تلاقيها مهما كانت بسيطة قد كده اركبها وتيجي. ما هو لازم نعرفه البنت دي عايزة تقابل حسن ليه. أمرك يا عم سميح. ربنا يوفقك يا عمور. الأستاذ سليم العطار هو اللي كان سايق العربية، لكن حظه كان أحسن كتير من الضحية. ستر ربنا، شوية ردود وكدمات بسيطة وخلع في الكتف. ألف سلامة يا سليم بيبي. الله يسلمك. إن شاء الله لما تقوم بالسلامة محتاجينك شوية. بعد إذن حضرتك. اتفضل. بعد إذنك يا سليم بيبي. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. الحمد لله على السلامة يا عم. الله يسلمك يا فارس. دكتور ما قالكش وانت بتكلمه بره هخرج امتى؟ يعني اللي قدرت افهمه ان هم اطمنوا على الاشعه والتحاليل الاول، يعني عشان يتاكدوا ان مفيش نزيف داخلي ولا حاجه، وبعدها تخرج طوالي كانه مفيش حاجه. المهم بعت الخاتم. واه، ودي عاوزه كلام يا عمي. انا عملت زي ما اتفقنا بالظبط، اتلميت مع الناس اللي اتلمت على حادثه، وقفت كانه مفيش حاجه. صابنت عليه شوية وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ده مات كيف، ده مات كيف. ورحت سالة الخاتم وديته له على الشركة. قاضي الأمر مرضي يابا؟ مرضي يا عمي. المهم تقوم لنا بالسلامة. وأنت كمان المهم ما توجعش دماغي تاني بالموضوع ده. كفاية اللي انا فيه كده، انت حقك رجع لك. خلينا نركز بقى شوية عشان نرجع حق العيلة. همانين انا اختك يا حسنى. عمرك يا بوي. خير يا بوي؟ في ايه؟ ليه؟ ليه يا رحمة؟ ليه تخلينا اتكسر وسط الناس في آخر عمري؟ بقى تيجي منك انت. لا عشت ولا كنت يا بوي لو خليك تتكسر وسط الناس. انت عارفني. كنت عارفك وجنوني وما صدقتش، وقلت اشوف بعيني. وشفت، شفت وعرفت ان ربيتك غلط. كان لازم اقفل عليك بالضبة والمفتاح زي اهالينا ما ربونا. غلطت ان اديتك الحرية انت واختك، وغلطت لما دخلت غريب بيتي، وهغلط غلط كبير لما هقبل حاجة عمري ما كنت هقبلها. ساعات نغلط غلط كبير عشان نصلح غلط أكبر منه. أنا جيت